بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أوجه تهانية الحارة لجميع النساء العالم لهذه المحطة التي أعتبرها محطة حقيقية للوقوف على وضعية المرأة من حيث الإنجازات التي نسجلها حاليا ونتمنها في جميع المجالات. الحضور القوي للمرأة سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية، وكذلك أجدها مناسبة لتقييم هذا الوضع الذي تعيشه المرأة سواء على المستوى الحضري أو القروي من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل، وكذلك تجاوز مجموعة من التحديات التي قد تؤدي إلى عدم استمرارية المرأة في بريقها وفي حضورها القوي في مختلف المجالات، خاصة وأن المرأة القروية بالدرجة الأولى ما زالت تعاني من ضعف الموارد ومن ضعف كذلك الظروف العيش التي ما زالت جد متواضعة ولا تلبي بالحاجة الحقيقية لتطلعاتها كامرأة. وعلى المستوى الحضاري لا بد من إيجاد المناخ المناسب لكي تطلع المرأة من أجل تحقيق الرغبات الحقيقية للأسرة، ومن أجل كذلك إيجاد التوازن بين متطلبات المجتمع المتطور وبين تحديات التنمية المستدامة. فكل عام هو المرأة على مستوى العالم بألف خير، وكل عام هو الأسر في تماسك وفي توازن وفي رقي وفي تفكير حقيقي لمشاريع تنموية تعود بالمنفعة الحقيقية على المرأة وعلى الأسرة ككل.